السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زاد الله من فضل من علمكم وبارك فيكم. وفيك بارك الله وسلمك. شيخنا الفاضل، هل يجوز انحناء الظهر أثناء الصلاة في حالة القيام تذللا وخضوعا لله؟ تذلل الخضوع لله يكون بالركوع والسجود، أما أن تنحني وأنت لا يجوز هذا إلا العلة. مش خد لا يجوز، لا يشرع هذا إلا العلة. التذلل التام في الركوع والسجود. بارك الله فيك.